إصابة لينا محمد. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع لين أبو شعر اللي شاركت بوست جديد علقت عليه شو أهدافكم للسنة الجاي. كانت كل تعليقات الجمهور عم يسألوا لين شو جنس المولود، والجمهور كتير متحمس ليعرف هل لين حامل بصبي أو بنت. نمر إلى لانا ولين، حيث نشرت لين محمد ستوري كشفت من خلاله إنه هي لما تيجي تلعب مع ابن أختها مياد هيك بتكون النتيجة، وفرجت لين إيدها للجمهور. ويذكر أيضا إنه لين محمد هالأسبوع كانت عم تكوي قميص وانحرقت ببطنها، فالله يشفيها يا رب. ننهي فقرة الأخبار بستوريات نارين بيوتي مع خطيبها رامي. أوه نسيت خبركم شغلة، أنتوا أنقذتوا حياتي بصراحة. ليش؟ لأنه بتذكروا قلت لكم خاتمي كان كبير، أنتوا قلتوا لي اشتري شيء من شي إن اللي هي بتنحط مشان تخلي الخاتم ما يفلت من إيدك. سو بالفعل اشتريت هاي، شايفينها هاي البلاستيك، بحط